لو الحكاية فيها إن فيديو. داخل منزل أحد شهداء كنيسة القديسين الأستاذ مجدي بولس نلتقي بنجله الأستاذ أنطوان. أهلا بحضرتك أستاذ أنطوان. أستاذ أنطوان، مع قرب حلول الذكرى الثالثة لحادث القديسين المعروف بالإسكندرية، ما الجديد في القضية؟ الجديد إن إحنا سمعنا الأستاذ جوزيف ملاك حول القضية اللي بتم الدورة عليها، تمام؟ ده الجديد اللي سمعناه. بس كجديد في القضية مفيش جديد خالص، مفيش أي جديد فيها خالص. كل اللي نعرفه على القضية إن هي بدأت عن طريق محضر في القسم أيام الحادثة، أيام حادثة الكنيسة. بعد كده اتهم فيها حسني مبارك، وبعد كده حبيب العدلي، ولما مسك المجلس العسكري كان في اتهام للمشير طنطاوي بما انهم كانوا مسؤولين عن البلد في الفتره ديت. لكن بعد كده ما سمعناش عنها جديد في القضيه خالص. إذن القضية تنتقل من مسؤول إلى مسؤول آخر، وعندما وصل محمد مرسي الرئيس المعزول إلى الحكم طاله أيضا الاتهام بالظبط كده، وطال جماعة الإخوان. تمام. وحاليا حاليا مش عارفين أي حاجة في موضوع القضية خالص، في اللي فيها خالص. هل توجد أي اتصالات من أي نوع بينكم وبين الدولة من خلال الوزارات المعنية أو محافظة اسكندرية مثلا؟ لا خالص، مش عارف اتصال بينا وبينهم خالص. هل تم صرف أي تعويضات لأسر الضحايا؟ وقت الحادثة بس اللي هي نعم، بتاعت الشؤون الاجتماعية ومحافظة اسكندرية بس، ده وقت لكن الحادثة. بعد كده مفيش أي حاجة لا خالص، حصلت. لا خالص. ما هي الرسالة التي توجهها للمسؤولين حاليا أو للرئيس عدلي منصور؟ عاوز اقول يا جماعه، يا ريت حتى الكنيسه دي ما تبقاش بس مجرد ذكرى نحتفل بيها كل سنه، او يتقال كده بس يوم 31/12 صادف حادث كنيسه القديسين. لا، يا ريت بس يبقى في اهتمام بالقضيه اكتر من كده، يبقى في اهتمام من الدوله بالناس، الناس دي يرجع لها حقها، المصابين، الناس اللي لغايه النهارده عندهم على هسه اسمهم وفاتحين بيوت ولسه مش عارفين ياخدوا حقهم من اللي حصلوا، حتى الشهداء اللي راحوا واهاليهم وولادهم وكل الناس دي، يا ريت الناس دي كلها يرجع لها حقها. يبقى في اهتمام من البلد اكتر من كده. احنا طبعا يعني اللي صبرنا اكتر اهتمام الكنيسه بينا اللي بتعمله معانا كل سنه. كل سنه بتعمل نهضه للشهداء، بتبقى 3 ايام في الكنيسه عندنا، بتبقى بركه كبيره جدا لينا، مش لاهل الشهداء، بتبقى بركه كبيره للشعب كله، شعب الكنيسه كله. والاكبر تعزيه لينا بتبقى في يوم راس السنه الصبح، ان احنا بنروح نعمل القداس في دار مارينينا، في المكان اللي دفن فيه الشهداء، بتبقى بركه وتعزيه كبيره لينا. فده طبعا من الحاجات اللي الكنيسه فعلا بتعملها معانا كويس. هل تتوقع مع حلول الذكرى الثالثة حدوث أي أعمال عنف، خاصة وأن الأنشطة التكفيرية تزداد في سيناء والعنف يزداد بين الحين والآخر في المحافظات من قبل جماعة الإخوان المحظورة؟ في كلام بيتقال، يعني سامعين ان هو بص، كل سنه بيجي تهديدات في اليوم ده للكنيسه، كل سنه في نفس اليوم ده بيجي تهديدات ان في حاجه هتحصل. بس عايز اقول حاجه، يعني اللي بيفكر يعمل حاجه، الناس حاجه واحده بس، ان في حد كبير جدا حامينا اللي هو ربنا، حامي كنيسته وحامي شعبه وحامي الناس دي كلها. ولو حصل وعمل حاجه واستشهدنا، ده يبقى عمل فينا اكبر خدمه في حياتي، يعني خدمنا خدمه احنا ما نستاهلهاش. ان لو جه عمل اي حاجه، حدث ارهابي او اي حاجه من دي، ده انت كده يعني مش بتزعلنا، لا، ده انت كده بتقدم لنا خدمه كبيره جدا، ان انت بتوصلنا ان احنا نبقى مع ربنا في المكان اللي الشهداء موجوده فيها دلوقتي. هل ستخرج للمشاركه في الاستفتاء على الدستور يوم 14 و15 يناير القادم؟ ستخرج وتقول نعم. لماذا ستقول نعم؟ لان شايف الدستور ده دستور كويس جدا، موافق كل الاطياف والثورات الشعبيه اللي موجوده في البلد دلوقتي. هل تتوقع تهديدات من قبل جماعة الإخوان المحظورة للأقباط إذا شاركوا في هذا الدستور؟ بص، الإخوان هددوا الأقباط في انتخابات مجلس الشعب ونزل، هددوا الأقباط في الاستفتاء ونزل، هددوا الأقباط في انتخابات الرئاسة ونزل. إحنا دي حاجة اتعودنا عليها، برضه هتهددوا في الاستفتاء اللي جاي هننزل برضه، هتهددوا في احتفالات رأس السنة هننزل، يعني الأقباط يعني خلاص بقى معروف ان هم بقوا شايلين شيله كبيره جدا للبلد، يعني بقى خلاص دي بقى رسالتنا اللي احنا بنقولها دلوقتي بنوجهها لكل الناس، ان احنا يا جماعه ما بنخافش من حد، وان احنا دايما هنبقى موجودين في كل حاجه تخص مصر. اذا ترشح الفريق اول عبد الفتاح السيسي للرئاسه، هل ستدعمه وترشحه ام سترشح مرشحا اخر؟ بص، انا عايز اقول حاجه، يعني انا رايي في الموضوع ده حاجه، انا شايف ان عبد الفتاح السيسي انا عايزه، يعني بس هو كده رمز المصري. عبد الفتاح السيسي لو بقى رئيس جمهوريه، مع اول طابور للعيش او اول طابور للبنزين الناس هتيجي عليه. انا يعني انا من الناس اللي عاوزه، يعني
كده يا جماعه عبد الناصر، الناس اللي هي لغايه دلوقتي رمز، رمز لينا. فانا حابب عبد الفتاح السيسي يبقى رمز كده لمصر زي ما موجود دلوقتي. ومن يصلح لرئاسة مصر من وجهة نظره؟ حاليا مفيش حد، يعني لو بصينا الاسماء المطروحه واللي بيتكلموا عليها دلوقتي الموجوده، ما انا مش شايف حد يصلح خالص. عايزين حد بنفس الشخصيه دي. شكرا جزيلا استاذ انطوان.